كويد 9 كوفيد. تابعوا معنا كل يوم معلومات تخص مستجدات الكوفيد على الحياة FM. مستمعي الحياة FM، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كواد نوف كوفيد. نتابعوا في تطورات الوضع الصحي بولاية القيروان. حلقة اليوم نخصوها الحديث عن حملة التلقيح الوطنية. اليوم ثم حديث على الحلول العاجلة للخروج من تطورات الوضع اللي ولا صعيب، والحل الأول اللي مطروح من قبل الخبراء والمتخصصين هو التلقيح. وزارة الصحة كانت أطلقت في مارس حملة التلقيح الوطنية ودعت المواطنين للتسجيل. أكثر من 2.5 ملايين تونسي سجلوا، لكن عدد اللي تمتعوا بالتلقيح مازال أقل من ثلث، في حدود 70,000. مطلب التلقيح ضعف بعد الكشف على السلالة الهندية، وهذا بشي يخلق حديث على كيفاش نجموا منعوا اللي مازالوا ما تصابوش في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. سعيد باستقبال عدد من الضيوف والأساتذة والأطباء المتخصصين. الدكتور عبد الرحمن دعدوشة، أستاذ استشفائي جامعي مبرز في التصوير الطبي وعضو نقابة الاستشفائيين الجامعيين بالقيروان. مرحبا بك دكتور. مرحبا، وسعيد أن نكون بحذاكم، وسعيد باش نشكر الإذاعة هذه والقناة هذه ونقول نهنيكم الساعة بهالمولود الجديد، وإن شاء الله يكون رافد من روافد تبليغ صوت المواطن القيرواني، وربي يفضلكم. مرحبا بك، سعادة باستضافتك على الحياة FM. دكتورة أيضا نداء سرسوت، طبيبة رئيس مجمع الصحة الأساسية أحمد القروي ورئيس المركز الجهوي للتلقيح. مرحبا بك دكتورة. مرحبا بك سي ناجح، ومرحبا بالزملاء الكرام الحاضرين في هالحلقة اليوم. إن شاء الله نجم نكون نقدم الإفادة للسادة المستمعين إن شاء الله. أيضا يحضر معنا كل من الدكتور إبراهيم شبشوب، طبيب بيطري متقاعد ومكون في الصحة الحيوانية. مرحبا بك دكتور إبراهيم. مرحبا سي ناجح، مرحبا، شكرا لقناة حياة FM، وشكر خاص لمشرفي على هذا البرنامج. أيضا يحضر معنا ضيف دكتور صالح الشايبي، طبيب بيطري ممثل العماد الوطني للأطباء البياترة والنقابة الوطني البياترة الخواص. مرحبا سي ناجح، مرحبا بالضيوف الكل، وشكرا على الاستضافة. يمكن برشا باش يسالونا شنو العلاقه بين الاطباء البياطره وبقيه الاختصاصات الطبيه، هذا باش نكتشفوه من بعد. باش نحكيو على استراتيجيه وطنيه لتلقيح اكبر عدد ما يمكن من المواطنين. نسمعوا التقرير التالي اللي قدموه لنا الزملاء التقنيين امل البارز ومحمود ترود. حقيقة لازم الناس يكون نلقحوا باش نقصوا من الإبيديمي اللي قاعدة تصير، لازم نحمي رواحنا سينو باش نوصلوا لبلاصة مغلقة، معناها الباب مسكر قدامنا. لازم الناس الكل تشجعوا معنا، يعني باش نخافوا. بالعكس انت خايف من الفيروس وماكش خايف من وخايف من التلقيح، بالعكس شنو اللي يخوف أكثر؟ الفيروس يخوف أكثر ولا التلقيح يخوف أكثر؟ دونك نلقحوا الناس الكل ولاباس، ما فما حتى حاجة تخوف. يد نحميو بعضنا، جيل البافيت ديزانفيكتون، نشدو ديارنا، نخرجو كان الحاجات الضرورية ولاباس، ان شاء الله فما كاين الخير. يد نحميو بلادنا وكهو. انا سارة الغريبي فارماسيان، نخدم في كونسوميد. اليوم جيت باش نلقح، الحقيقة مانيش كونفاكي 100% بيه الفاكسان هذا سينوفاك، اما جسوي اوبليجي لازمنا نلقحو، فهمت عليها بوغ بروتيكسيون الكل. واحسن حاجة انه لازم عبدي يلقح، هي معناها هذه اول حاجه اللي احنا الناس كنا نسعى لها، وهذه اهم حاجه واهم ميتاب لازمك تخمم فيها. كل سواء انت عندك دي مالادي ولا ما عندك دي مالادي، حتى كان انت عارف روحك الاميونيتي نتاعك قويه وكل شيء، تخمم في غيرك اللي معك في الدار، نجم تكون الاميونيتي نتاعو ضعيفه. تقوى عمران، اخصائيه نفسانيه، سجلت في تلقيح من فليفاكس من فيفري، في اللي انا كنت مريضه ديجا قبل، دونك توا كي تعديت 6 شهور بعثولي. الحق فما اهميه كبيره للتلقيح باش الناس اوموا حتى كي مرضت ولا عاودت مرضت تكون خفيفه برشا، وانت تعرف اللي توا معناها المتحوره هذه الدلتا الهنديه ياسر تتفشى بصفه غريبه مش كيما حتى قبل، المرض قاعد يكثر فينا برشا. بالحق اهميه كبيره انه العبيد لازم تكون واعيه وتعرف انه الفاكسان هذه معناها مش وجاي كيكه، راهي فما تجارب
تجارب سريرية تعديوا بها، راهي فما ألف تجربة في تجربة، اللي هو معناها في الأخر بالكل باش ينجم يوصل لنا وجينا مريقل بالشموع. نحنا كما أي تلقيح في العالم راهو، كما في البوزوكا، كما للحصبة، كما للكل، معناها كما أي تلقيح. أنا بريمير دوز توا بعد ما مورث مرتين باش نعمل تلقيح توا، وننصح أي واحد توا في القروان يمشي يلقح ويسجل، وسيرتو لي بيرسوناجي الناس الكبار وحتى الصغار معناها وكل شيء، وان شاء الله الناس الكل تجي تاخذ الجرعه نتاعها وباش تنقص العدوى وتنقص المرض. الناس تجي تقول رافيل توا التلقيح هاي الجرعه الثانيه، بديت من امس الجرعه الثانيه مع جماعه التعليم في القروان. وانا الوقت توا كنت نخدم في مركز الاصلاح تاع سيزير، هاو توا خديت ترخيص وجيت نعمل في الجرعه الثانيه. ان شاء الله يا ربي يعافينا ويقينا من الوباء. المهم نلتزموا الناس الكل بالتلقيح، أدعو الجميع إلى التلقيح وأدعو الدولة إلى توفير التلقيح، هذا الحل الوحيد. اسم العبيد تحب تلقح، يحبوا مقبلين يعني على التلقيح، ويحبوا توا الشرائح العمرية الكل، توا الناس كل يحبوا يلقحوا، يقول لك عندنا الحق احنا 30 40 50 يا خويا لقح لي، اللي ما حشتوش في 60 ولا في 70 لقح لي. توا عاملين الكومباني بتاع 60 سنة، ماذا بينا يعملوها 50 سنة 40 سنة؟ فما ناس تحب تلقح، يعني خاطين المنظومة اللي يجيوا بطاقة تعريف بركة، العبيد تحب تلقح والتلقيح متوفر، علاش ما يعملوش الكومباني هذا؟ تعتقد أن التلقيح مهم ومفيد باش نعمل؟ مهم ومفيد ومفيد ومهم. لقحت أنا أول ما بدنا الكومباني بتاع الفاكسان، لقحت عندي 3 شهور ولا حتى أكثر، والحمد لله وشكر لله لاباس الأمور طيبة. حتى كان جيت خفيف. حتى كان جيت خفيف، إن شاء الله ربي احنا يحمينا نخدموا في العبيد وبالحق لي كونديسيون ديجا أنتم تغزروا لهم اللي نخدموا فيهم كونديسيون يعني تبارك الله. والحمد لله إن شاء الله ربي يحمينا وكاها. هذا هو إن شاء الله ربي يحمينا. كنتوا تسمعوا ضيوفنا الكرام في حديث الشباب. الحقيقة نشكر ساعة زملائنا في الإخراج التقني أمل بارز ومحمود ترودي على مرافقتنا التقنية في هذه الحلقة. دكتورة ندى سرسو تذوم في المركز التلقيح الجهوي، الحقيقة مازال عندنا مركز جهوي وحيد شوية، الشباب مقبل على التلقيح ويحب يلقح والناس تحب تلقح، يعني ربما الإشكالية وين بالضبط؟ يعني التلقيح ولا مطلب شعبي؟ وين الإشكالية بالضبط؟ أنا قبل ما ندخل في أمور أخرى ربما أنا مانيش مؤهلة باش نحكي عليها، أنه التلقيح متوفر ولا مش متوفر. أنا نقول حاجة واحدة، في المركز الجهوي للتلقيح في القيروان التلقيح متوفر، وإذا فما مواطن جاي لسماس وجاي باش يلقح وقالوا له تلقيحه فيه، يجي يقول لنا. احنا تقريبا يوميا يقع استدعاء معدل 1200 شخص باش يلتحقوا بالمركز الجهوي للتلقيح. عمرنا ما فتنا 600 700، عندنا تو نهارين نفوتوا 800، عندنا نهارين تو نهارين البارح والبارح 807 واللي قبله 854 يظهر لي جس البارح، قلت البارح الرقم طلع شوية. دونك انا نقول اذا كان يستدعاو 1200 او موين، راه خسر. قلت البارح استدعاو 1400. اذا انا اليوم ليفاكس استدعى 1400 وما يجيوني كان 700 تقريبا اشتر. لهنا انا نتسائل علاش اللي يجيها سماس ما يجيش. مانيش نحكي على الناس اللي عندهم ربما موانع وقتيه، يكون مريض ولا يكون مش موجود في القروان باش يلتحق بالمركز، والا ما نعرفش انا شنو المانع اللي نجم يكون النهار هذاك خليه ما يجيش. ولكن الاقليه هذوما عندهم موانع، الباقي حجز صحي ربما توقف وسائل النقل اللي نجم يكون. اللي العباد قاعدين يخرجوا للمرشي وقاعدين يخرجوا لل، لا الناس مش تجي من المعتمديات ما نتصورش الحجر الصحي باش يمنحهم، لانه فما ديما طرق انه باش يجيو وقاعدين يجيو راه. حتى ولو نقولوا فما شكون ما لقاش موان دو ترونسبور وما جاش، راهو مش 700 واحد. دونك اذا انا عندي شطر ما يلتحقوش بالموعد نتاعهم، لهنا انا نقول علاش العباد ما تجيش تلقح. اللي عنده اس ام اس جاه باش يلقح يلتحق بالمركز. هذه دعوه منك انا وقت اللي هذه دعوه بيان سور. انا ديما في تدخلاتي معاكم حتى كيف تجيو للسنتر ديما ندعو الناس الكل انهم يسجلوا في اقرب فرصه، واللي جاه الاس ام اس يجي، فمش علاش ما يجيش. خاطر اللقح اليوم
مش معناها غدوة راني محمي، ليه؟ اللقح اليوم في انتظار الجرعة الثانية، وبعد الجرعة الثانية تقريبا 15 يوم باش نولي نحكي على مناعة ضد الكوفيد. هذاك علاش ماذا بينا نزربوا في التسجيل، واللي مسجل وجاته للإرسالية يلتحق فور، معناها تواصلوا بالإرسالية هذه يلتحق بالتلقيح، خاطر التلقيح موجود. أنا في المركز الجهوي للتلقيح عندنا أن ستوك دو فاكسان موجود يوميا، اللي باش يجيونا 1400 والله كلهم يلقحوا ويروح هكا. قادرين قادر المركز الجهوي انه يلقح؟ احنا قادرين، اللي باش يجي نلقحوا. لهنا ما نجمش نقول ما عنديش فاكسان، لا عندي فاكسان. اما اللي لاحظناه توا حاجه جديده، انه كل ما يجي واحد مثلا دوما يدخل المركز يسال شنو الفاكسان اللي تخدموا به. تم خيارات ولات الناس تختار، العباد ولاو يختاروا، فما برشا ناس ولات تفهم في الفاكسان بانواعه، وهذا شكون صنعه، وهذا زعما يحمي وهذا ما يحميش، وهذا يعمل اعراض وهذا ما يعملش. انا الحقيقه لهنا نقول لا ما نختاروش، راهو احنا في المرحله ما تتطلبش انه باش تقعد انت تختار، راك ماكش مخير. جاتك ارساليه باش لقح لقح، واللي لقح راني نقول له هنيئا لك، لانه اللي لقح راهو ضمن روحه نسبة نتاع معناها حماية من الأعراض الأخطيرة، ولا معناها الهوسبيتاليزاسيون في الريانيماسيون. وهذاك علاش نقول ماهوش وقت الحقيقة باش نقعد ونسأل شنو الفاكسان وشنو. احنا نعرفوا اللي عندنا لجنة علمية في وزارة الصحة، أي فاكسان باش يدخل للبلاد راهو ما نبداو نخدموا به إلا ما تصير المصادقة عليه. ونخليه هذه في ذمة اللجنة العلمية، ما احناش في اللقح للناس حاجة تضرهم ولا حاجة اللي هي ربما تكون اخترع على حياتهم، لا بالعكس، التلقيح راهو آمن وفعال ويحمينا من الأعراض الاخطيرة ومن ربما من الهلاك بالكوفيد 19. شوف الدكتور دعدوش يحب يتكلم، واكيد يمكن يحب يقول انه تاخير في التلقيح ربما هو اللي خلى الناس تردد. نجي دكتور صالح شايب، انتوما كبياترا يعني عندكم الاولويه في التلقيح مع قطاع الصحه، عملتوا ربما حمله بينت بعضكم قمتوا بالتلقيح ولا مازلت؟ لا ما فماش توا اغلبيه البياطه مازال ماهوش ملقحين، خاطر احنا كي ندخل البلاتفورم نتاع ليفاكس، انا مثلا نعطيك، انا مسجل في شهر جانفي 2021 والى يومنا هذا بون ما نعرفش فما في مناطق اخرى ممكن فما هنا زملاء لقحوا، لكن الاولويه هي خاطر كان تشوف البلاتفورم نتاع ليفاكس فيها اعوان الصحه، دونك الدرج الاطباء البياطرة ماهوش فماشي الدرجهم في خانه الاعوان الصحه توسكي تابعين. يعني احنا شفنا صيادله، اعوان صيادله، شفنا حتى اللي يخدموا في شركات الادويه وخذوا تلقيح، معنا كان ثم ربما تنصيص على الاولويه معينه ولا مش واضحه بالنسبه لك؟ مش واضحة كأطباء بياطرة، فماشي خانة موجودة كي في البلاتفورم كتقيد، ما فماشي في الخانة اللي منصوص عليها مباشرة أطباء بياطرة كي موجودين. دونك موجودة يحط لك موجودة تابعة لإطار الصحة والمستشفى، فعلا مستشفى تخدم، دونك بالنسبة لأطباء البياطرة ماهيش منصوصة. هذه نقطة من الملاحظات يظهر لي في نقد استراتيجية ولا الحملة الوطنية للتلقيح اللي بناء عليها باش تقدمونا المقترح الاستراتيجي. أكيد هي مش نقد توا، النقد مش وقته توا، احنا اللي هنا إن شاء الله باش نحاولوا نعطيه مقترحات الحلول والعاجلة باش نحاولوا على قليلة نخفوا من الوطء نتاع هالأزمة هذه، سيرتو توا بين بالواضح وأنه لا فاكسيناسيون هي توا في تونس هي الحل، فهمت؟ دونك النقد توا ماهوش الوقت نتاعو، توا احنا مش نبنيو، نحاولوا نقدموا اقتراحات ومقترحات عمليه، وان شاء الله هذا كل في المصلحه نتاع البلاد.
هذا هو، مش هو مش نقد، لكن تقييم وربما تشخيص للخطوة الأولى باش الخطوة الجاية تتبنى صحيح. دكتور عبد الرحمن دعدوشة، ترى أنه ربما التردد والتأخير في جلب العدد الكافي من التلقيح، احنا قلنا أكثر من زملين ونص تونسي سجلوا في حين العدد اللي لقحوا مازال ما قربش الثلث، التأخير هذايا أربك تونس وخليهم ربما يختاروا تونس؟ هذول تونس الوحيدة هذول عندها خمسة أنواع تلقيح. شوف باش نبدا كلامي ساعه يلزمني نترحم على ارواح نسميهم شهداء الوطن، وصلنا 16000، والبارح فقدنا زميله مليان نصر في انفيرمير في جينيكو، دونك نترحم عليها اونسانت كانت 6 موا وتوفيت الله يرحمها، بنيه جون عندها بنيه 4 سنين، دونك انضافت لقائمه الشهداء، وهذا العدد المهول برمي الاغلاط الكبار هو مشكله التلقيح. اليوم ما نجموش، راهو اليوم سيفري فنحن في وقت حرب، وسيفري نحن في وقت حرب وما ثماش ملام، لكن الحقيقه يلزمها تتقال، راهو الحقيقه يلزمها تتقال، وانه فما فشل ذريع وما اكثرش من كلمه فشل ذريع على الصعيد الوطني. ساعه اليوم لو كان نعملوا كالكول، نعملوا كالكول حتى للصاير اليوم، وكان قرينا حسابنا اليوم، تعرف السرير الرياض نهار برك يتكلف زملائنا 200، سرير الاكسجين يتكلف 600000، لو كان نقيسوا الخسائر في الصحه بركة، ما نحكيوش على الكو انديريكت معناها بما فيهم امراض العباد وناس ما عادش تخدم وناس كذا، نحكيو على الصحه، على قطاع الصحه، وتعرفوا اللي قطاع الصحه في الكوفيد اللي يرقد في الكوفيد من غير فلوس، دونك كم الخسائر اللي موجوده، كم الخسائر هذه كانت تنجم تشرينا مش 10 ملايين تلقيح، تشرينا ملايين الملايين تلقيح. اذا استراتيجي من تو نقول لك راهو مال كالكولي، راهو لونتيسيباسيون تاع مسؤولينا، خلينا نحملوا المسؤوليه من تو، راهو لونتيسيباسيون تاع مسؤولينا وقت اللي كانت قبل من مارس من جانفي، اليوم رانا عندنا عام ونص في الكوفيد، عام ونص ونحن نقسيم العباد هذه لازم تتحمل مسؤوليتها باش تتحمل مسؤوليتها من بعد، خاطر الارواح اللي ماتت راهو اليوم المشكله، فما مشكله كبيره البريزون شارج والمنظومه الصحيه سيفري، اما فما مشكله تلقيح اللي تونس اليوم شيء يضحك بالرسمي، ونسمعوا في ارقام باش تجي وتو ما عندنا حتى غارونتي باش يجيو التلقيح، دونك لازم الناس تتحمل مسؤوليتها، ولازم نقولوا راهو اليوم ما نحكيوش قلت لك على الكوم تاع الصحه، ما نحكيوش على السياحه، ما نحكيوش على الحجر الصحي اللي ما قامش سوا ديزون الناس باش تخدم، اليوم الكو ديريكت وانديريكت نتاع الصحه ما يشرينا مئات الملايين نتاع التلقيح، مش هو صدقني مئات الملايين. ثم نرجع لل حكاية التلقيح على الصعيد الجهوي، باش ما نطولش عليك، راهو الصعيد الجهوي راهو وقلناها القروين حالة خاصة، راهي معتمديات القيروان نعرفوها بعيدة 60 و 50 و 70 كيلومتر، أنت تعمل لي سنتر واحد بدينا بمركز جهوي واحد تعمل لي بسنتر واحد في القروين، وبعد كي يجيني وزير الصحة يقول لي فما 7% سجلوا في إيفاكس، سامحني وقتها قلنا هالو نحن كي جاي المدير العام للصحه قلنا له راك ما تعرفش القيروان، هذه مشكلتنا نحن القروان ينظرونا من بعيد ويخليونا نحن هنا، انت ما تعرفش اللي فما 50 و60%، فما مناطق 50 و60% امي مش ما يعرفش يشد باش يقيد باكس، هذوما قبل نرجعوا للتاريخ قبل، راهو قبل قلنا لهم ارجعوا، راهو كانت عندنا سياسه نتاع تلقيح، الناس تمشي بورت ا بورت، الناس تمشي لي زون دو كونفيونس، راهو قبل السي ناجح فما وصلنا نعملوا ديليغاتير دي ترامب بالنسبه وقت الواحد نمشي، وشكون اللي يقنع النساء وشكون اللي يقنع الواحد؟ اللي يقنعهم هو الشيخ نتاع الحكومه هذيك، الشيخ دونك يفو لي سوليسيتي، والتوا ما صار حتى شيء، وبورتا بورت والتوا ما ثم حتى شيء، اليوم مشكله كبيره برشا، كي نسمع اختي يعني تقول لي ممكن من موقعها ما تنجمش تقول راهو تسمع تقول لي 2200 سيريا دي تو 1200 بالنسبه للقروان، وتقول لي ما جاوش 700 ماكش بارابور العدد اللي مسجلين، سامحني دكتور هما العدد المسجلين، اذا كنت تعمل لي سونتر واحد ولا تعمل لي سونتر في سيد عمر وتعطيه ما نعرفش كيفاش باش تحب انت سي نورمال، تعرف سوسه قداش فيها من سونتر توا فما زوز ولا ثلاثه باش يحلوا سته وثمانيه اخرين، وشنو رايك دكتور وقت اللي هما ربطوا توفير او مضاعفه عدد مراكز التلقيح بتسجيل عدد اكبر ما يمكن، وصارت وقتها حمله سجلوا، ونفكر حتى مع الدكتوره ندام بين طالب يا ناس سجلوا باش ينجموا يزيدونا مراكز اضافيه اخرى. ما نجموش زي ما قلت لك، ما يعرفوش الكاركترستيك نتاع العباد،
ما تمشيش راهو ما نمشيش للريف، راهو نمشي للريف، الريف نتاع العلاه، نمشي للريف الريف، راهي فما عباد غادي تعيش في تجمعات سكنيه، راهو سي با نورمال. ماني قلت لك ما يعرفوش الكاركتيرستيك نتاع القراوه، ما يعرفوش القروان، راهو عندنا في راهو نحن منطقه ريفيه بامتياز، راهو عندنا معتمديات ريفي، راهو ريف الريف. اللي ما يعرفش الشيء قلت لك انا فما نسبه الاميه في القروان معروفه 40%، فما مناطق 60%، كيفاش تحبوا هذاك باش يدخل لي فاكس مسجل؟ يلزم تمشي له غادي. نرجع بربي الحكاية السنتر الوحيد هذه المشكلة الكبيرة متاع السنتر قتلي 1200 فما عبيد اليوم نحن ش عملنا؟ عندك ركول، عندك نسألك كان يسوي عندك ركول بالنسبة لعبيد اللي لقحت صار لهم من بعد اليوم نسمع فما عبيد خايفة توا، فما عبيد اللي قاعدة تلقح وقاعدة طالعة إشاعة اللي فما إيه عبيد تموت. لكن بالتلقيح. دوركم كيف انتم دكتور انه باش توضحوا للناس نجاعة التلقيح ونواجهوا الاشاعات هذه، نواجهوا الاشاعات هذه باش بالاستاتيستيك انتم عندهم ركيل على الشيء اللي صار، راهو غزر لك تعمل تلقيح فما ركيل، اذا كان واحد مرض، اذا كان واحد رقد في الرياض ما ثماش الشيء هذا، راهو تقول لي ممكن امكانيات اخويا هو عندنا لي انجينير نتاع الانفورماتيك تبارك الله، جيب لي انجينير نتاع الانفورماتيك فما حتى معناها مجاني ونجموا يخدموا وينجموا يتلهاو بالشيء هذا. راهو دكتور ممكن حتى دكتور نادين انتم تاكدوا انه عندكم متابعه للناس اللي لقحت ما عندهاش اي ما جاكمش شكون عنده تاثيرات ولا مضاعفات على التلقيح؟ لا هو كاي تلقيح فما مضاعفات، اما المضاعفات هذه تتراوح من معناها مضاعفات بسيطه كاي تلقيح، شويه سخانه وجعه راس كورباتور يقول لك راني نهارين عديتهم فاشل. الحالات الخطيره الحقيقه انا واحده من الناس ما جاتنيش ديريكلاماسيون تاع حالات خطيره صارت من الفاكسان، مع انه احنا سامحني دكتور راهو احنا في المركز الجهوي للتلقيح وقت اللي باش نسجلوا مواطن باش يتعدى للقاعه نتاع التلقيح نعملوا معاها انتروغاتوار قبل التلقيح، وبعد في القاعه نتاع التلقيح البيرسونيل الغادي والطبيب المشرف يمدوه بنصائح نتاع من نوع اذا حسيت بقلق ولا تتصل بالطبيب المباشر لقريب لك في المستوصف ولا تتصل بالاستعجالي ولا غيرها. واحنا الحقيقه انا ما جاتنيش ديريكلاماسيون تاع دي شوز غراف اللي صارت من الفاكسان. نوضحوا الامور، راهو اللي تحكي فيه مش اللي نحكي فيه هاني، راهو فما عباد تقلقت ومرضت ودخلت للرياض وكذا بعد 5 و6 و7 ايام، مش عندك انت الحكايه هذيا، عند الاداره الجهويه، عند ناس اذا كان فما ريكوير راهو الفون ريكلامي للاداره الجهويه ولازم ناس مجنده. علاش نقول لك الشيء هذا؟ اليوم انت كي تعمل حتى للعباد تفهم، انت فما عباد توا مفزعه بالتلقيح هذا وسينوفاك وكذا ودرا شنو ودرا، اذا كان تعمل انت ريكوير وتعمل ابوستريوري تعمل حتى تقول فما 1000 لقحنان هم راهم 3 مرضوا وراهم 3 دخلوا الرياض وعلى 1000 اخرين ما لقحوش راهم 100 ماتوا. هذه وحدها حتى العباد تولي تمشي وتلقى الركول هذا مش موجود، هذا راهو وموجود في البلدان الكل راهو الشيء هذا، معناها نحن ما عندناش عندنا كفاءات اللي تنجم تعمل الشيء هذا. راهو فما عباد واحد يسمع يقول لك راهو لقحوا وراهو تخلى الرياض وتوفى تمشي تنتشر في خرجت اشاعات. شنو تنصح دكتور انت شنو توصل؟ ننصح المتابعه، راهو فما اللي لقحوا توا ناكد لك اللي لقحوا راهم ايبارني بصفه كبيره برشا، اذا كان فما صارت راهي حالات شاذه اللي مرضوا ولا ما نعرفش تسجلت وفيات، فما وفيات تسجلت حاجه اخرى وهذه ممكن يلزمني نلفت لها لاداره جهويه ونلفت لها اللجنه العلميه. راهو فما عباد تو اني في المانيا ولا في فرنسا ولا اني وعندي ولد اختي راح لالمانيا بار اكزومبل باش يلقح باش يعمل فايزر، اول ما عملوا له PCR عملوا له PCR لازم يعني يعرفوا مريض ولا. هذه اللي طرحت الحكايه خاصه في وقت الجائحه وانتشار عدد كبير من العدوى، قلت باش تلقح للناس على بعضها والا لازم تعملوا تحليل قبل التلقيح؟ لازم تحليل معناها يلزم تحليل. هذا هو اللي ناقص، راهو فما حوايج لازمنا نوضحوهم، معناها فهمتني؟ معناها توا في الجائحه هذه وتجيبوه على خوه تلقح له سي امبورتون، راهو فما عباد باش تتقلق، ولاحظنا فما ممكن من الناحيه هذه فما برشا عباد تقلقت ووصلت للرياض وفما DDC. هذا ليش ندعو راهو في النورمالمون وندعوكم توم وندعو الاداره الجهويه راهو بكل باش تخمم في الشيء هذا، راهو هل نحن حتى نصب عليا طلعت المره الاخرى وكذا قالت 6 سيمين نتاع حجر صحي شامل مع تلقيح مسيب مع زاد PCR مسيب باش نعرفوا ان هما اللي لقحوا لهم، خاطر فما عباد تظل مريضه وتلقح ونزيدوا نكملوا عليها وبدنها ما يحملش. ثانيا بربي خلينا نكمل سي ناجح على حكايه التلقيح، راهو التلقيح لحد الان بكري المواطن قال يا عباد اجا ولقحوا نطلب من الدوله باش تجيب لنا التلقيح، الدوله تجيب لنا التلقيح راهو لحد الان ما ثم حد شيء. يعني نسمع فما دي سنتر فما سنتر نتاع حمام سوسه
اللي لاهي بالسنتر نتاعها منسوسه قال نهار لحد ما عندناش تلقيح راهو زيرو مالاد باش يلقحوا، معناها راهو التلقيح مش موجوده، فما دي سنتر مش موجوده. مدام ساسود قالت لك انا التلقيح المركز اللي عندي موجود فيه تلقيح ما ثماش حتى واحد جاي نهار وما لقاش. معلش سامحني دكتور، دكتور هذا انت عندك توضيح هذا خلينا نشوف الدكتور. شو على معناها باش نعرج على كلام الدكتور عبد الرحمن انه احنا راهو في السنتر اللي عنده كيف نعملوا الانتروغاتوار اللي عنده دي سيمبتوم هذاك نبعثوه يعمل تيست رابيد واذا تيست نتاع معناها حالات اي اللي شاكك في روحه حتى 1% ويقول راني عندي مثلا راني جي كونتاكتي من بيرسون كوفيد بوزيتيف والا راه عندي اعراض راني متخوف ولا غيره نبعثوه ما نزربوش للتلقيح ونبعثوه يعمل التحليل. مالوريزمون فما صحيح كلامك صحيح انه فما ناس اسيمبتوماتيك ما عندهم حتى اعراض ويلتحق بالمركز ويلقح، فما ربما شكون اللي هو تضحوا انه بي سي ار بوزيتيف نتاعو وبعد ما لقح تقلق ورقد ورقد في الرياء. انا 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 نحكي على حاله ربما انا في بالي بها، هو مريض اما ما في بالوش بروحه مريض، فهمت؟ يعني تقييم الوضع يعني هل توا نجموا نستمروا في حمله التلقيح ولا نستناو ونحللوا الناس ونشوفوا شكون المريض انا من رايي انه التلقيح ماهوش وقته باش نوقفوه، على خاطر ما نجموش نوقفوا التلقيح الفتره ما تستحملش. اللي عنده اعراض يلتحق باش يعمل البي سي ار نتاعو يتاكد من روحه اللي هو نيجاتيف باش ينجم يلقح. اللي ما عندوش اعراض وعنده الامكانيه وانه يعمل التحليل قبل ما يلقح زاد توميو علاش ليه، اما انه باش نعملوا راه التحليل يوميا باش نعمل انا البي سي ار لل ديزون 800 اللي باش يجيوني باش يلقحوا في النهار راهو ما نخلطوش يفولو دير راهو ما نجموش. خلي لو كان يجيوك العدد الكل 200 ما نجموش باش نعمل انا ال 800 نعمل لهم بي سي ار في لو ميم جور نعمل لهم التحليل. مع تاكيد على اهميه ملاحظه دكتور دعدوش لانه الحقيقه لازمنا وطرحت هذه حتى في الوسط حتى على مستوى الاداره الجهويه. سي ابراهيم العش انتم ربما مش يسالنا المواطن يسمع فيه شنو العلاقه بين التلقيح توا ضد الكورونا وبين حملات التلقيح اللي انتم متعودين تقوموا بها كاطباء بياتره، ثم تشابه ربما حتى في الاستراتيجيه على الميدان ولا؟ ثم تشابه، لكن تسمح لي سي ناجح ان نرجع ساعه لعملية التلقيح. الكل مجمع من أهل الذكر ومن المواطن العادي على أن عملية التلقيح عملية ضرورية، ولكن السؤال يطرح أي تلقيح نريد وفي أي زمن، لأنه في عملية التلقيح هي أكس من ليزاكس الرئيسية متاع المقاومة، ولكن يجب أن تقع عملية التلقيح ضمن حملة استعجالية مكثفة، وأؤكد على المفردين هذا حملة استعجالية مكثفة، معناها حملة بلقاح فعال ومحدودة في الزمن لغاية خلق سكون أبل آمات لايمونيتير، يعني كيفاش قال بالعربي يعني مناعة عامة صلبة تمنع المرض السريري من الظهور وبالتالي التقليل من الخسائر المادية والبشرية. هذه مفهومنا للحملة اللي في الوضعية الحالية. نحن كأطباء بياترة نحن لدينا تجارب كبيرة في إدارة أزمات مشابهة، وفي تقريبا ليزاكس الرئيسيين متاع إدارة من جملتها التلقيح. أنا لا أعتقد مع كامل احترامي للمجهودات المبذولة أنه ما قاعد يتعمل تو في التلقيح مش تكون عنده على الاقل بالكادونس اللي موجوده تو نتائج كبيره. مش نبدو واضحين لانه نحن نطرح في الخروج من المراكز التجمعات السكانيه الكبرى والذهاب الى حيث المواطن عبر ماذا كما قال الدكتور دعدوش انه الاليات القديمه ربما الشيخ العمده عبر برنامج امام الجامع مسطر مسبقا يحتوي على عناصر كاملة ومتكاملة تفضي في النهاية إلى تلقيح العدد المحدد مسبقا والذي يمكن من خلق وضعية يعني حمائية معينة على مستوى البوبيلاسيون زيب يعني الشريحة المستهدفة. فهم الله برنامج هذايا فهم الله صحيح معنا نجم نحافظه على المراكز الموجودة
في المدن الكبرى باعتبار أن هناك تلقيح لا يمكن استعمالها إلا في المراكز هذه، ولكن هناك لقاحات أخرى التي لا تستدعي يعني سلسلة تبريد معينة، هذه اللقاحات يمكن التعامل معها في قلب الأرياف والذهاب إلى حيث يوجد المواطن اللي قال عليه الدكتور اللي ما عندوش الثقافة كاملة باش يسجل، ما عندوش الإمكانيات باش يتحول، ما تطرحش في ذهنه عملية التلقيح أصلا. سمع كان عائق الإشكالية تبريد التلقيح أنه تنقله معناها للمعتمديات والمناطق الداخلية والأرياف، أشوف حتى تصاور معاش في برشا بلدان يطلعوا لهم حتى على الحيوانات، يطلعوا لهم حتى الجبل باش يوصلوا لهم التلقيح، يبعثوا لهم شفنا في غانا يبعثوا لهم بالدرون معناها يطيشوا لهم هكا كردونة تلقيح هو بالنسبة لنا احنا توا في المركز الشعبي للتلقيح ينجم يكون عائق، لأنه احنا ما عندناش اي معناها الاليات اللازمه باش نتنقلوا للمناطق اللي نحكيوا عليها، مع انه انا ناكد انه الكلام هذا راهو صحيح، واذا كان نحبوا نوصلوا احنا المناعه نتاع مجتمعيه كامله راهو يلزم التلقيح بورتا بورت، راهو يلزم نوصلوا لك البلايص البعيده، لانه كما قال الدكتور القروان مثلا هي خصوصيه الولايه من حيث معناها البعد نتاع المعتمديات، من حيث انه فما نسبه كبيره نتاع اميه، فما ناس معناها ما تخلطش ما تعرفش حتى باش تعمل انسكريبسيون على الايفاكس هذه اللي تعملت، وتوا ولاو رجال كبار يحكي ويقول ليفاكس مع انه هو ما يعرفش شنو هي ليفاكس وما يعرفش حتى يسجل، ساعات يجيب لنا في ان بوت بابي الرقم نتاع التسجيل نتاعو بعض الاحيان يكون غلط وما نعرفش شكون اللي كتبه له وغيره، لان معناها للخصوصيات هذوما بالحق ان القيروان يلزم تكون فيها استراتيجيه مغايره على اللي قاعدين نخدموا فيه توا باش نخلطوا لك العباد هذوما اللي نحكيوا عليهم. معش الدكتور صالح ولا الدكتور ابراهيم شكون الكلمه عندكم؟ مدام في الوضع الحالي يمكن الدمج بين جميع الطرق، يمكن المحافظه على مراكز التلقيح القارة في المدن الكبرى أي. باعتبار أن هناك تلقيح تستدعي في سلسلة تبريد معين، وهذا اللي صار أنه صارت كرياسيون تاع السنتر، ويمكن اعتماد طرق أخرى على الأقل طريقتين. الطريقة الأولى يعني مراكز متحركة سكونا بيل البورتا بورت، خاصة أعتقد خاصة ستكون لازمة في مراكز البؤر وما حول البؤر، وتكون مصحوبة بديتست رابيد. الطريقة الثانية هي مراكز متغيرة، اليوم في بلاصة غدوة في بلاصة، وأعتقد بحكم معرفتنا للجغرافيا تاع القروان على الأقل هناك المدارس الابتدائية اللي منتشرة انتشار جيد وأكثريتها فيها أشكال هندسية تمنع يعني تخول لنا باش نكون باش العمل يكون فيها منظم. اعتقد انه اذا ندمجوا بين الثلاث طرق هذه طبعا مع ضروره توفر التلقيح، لازم يتوفر التلقيح لانه علاش نقولوا احنا في الحديث هذا؟ نقولوا لانه بناء على بعض تصريحات مسؤولين هناك كميات قاعده تباع نجي، وربما هناك كميه كبيره حسب المسؤولين نتاعنا، احنا مش نبنوا على التصريحات هذه. قالوا مش تجي 3 ملايين مش تجي الكميات هذه 5 تو شو مش تجي 3 ملايين و5 الكميات هذه مش تجي، يلزم من الان نعملوا استراتيجيه في فيها يعني تخضع لعده مقاييس معروفه مسبقا، اهمها سلسله القياده التلقيح وانواعها وسائل تنفيذ الحملة، الإمكانيات البشرية، ما هي الإمكانيات البشرية اللازمة، ما هي الإمكانيات البشرية المتوفرة، وما هي الإمكانيات البشرية التي يجب توفيرها، نخرج منها بقائمة موحدة يعتبر المسجلون فيها مسخرون لهذا العمل.
دكتور ابراهيم، نعرف دكتور صالح شيبي حاشم منك شي قص عليك في 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 كلمه، لكن عنده ما يقول في خلينا نمشيو مخرجات حلول، مثلا مقترحات عمليه كيفاش نجموا نوصلوا توا للناس. يمكن يظهر لي الاشكاليه ولا في التسجيل، كيفاش نجموا نوصلوا نسجلوا الناس بالعدد الكافي ومن بعد نلقحوا. شوف عمليا كما حكى سي عبد الرحمن كما حكى سي ابراهيم، تقريبا الخصوصية ولاية القوان تقريبا يمكن فيها 700,000 ساكن، فيها 400,000 موجودة في الرياف. واضح. دونك بحكم احنا توا انا براتيكمون توا عندي 20 سنة في العمل الميداني، يعني انا براتيكمون يمكن معتمدية كاملة نعرفها بالدار بالدار. وعندنا احنا تقريبا في الحملات، ما هو انت قلت لي بك عندكم ابليكاسيون، عندكم ابليكاسيون يظهر لي للبرامج تلقيح في الحيوانات بصفه عامه. انت قلت لي بك كيفاش، شنو هي العلاقه؟ العلاقه هي راهي عمليه، كيفاش نسهلوا عمليه وصول، يعني مش نحكي وصول التلقيح للشرائح للعباد اللي موجوده في الارياف اللي ما تنجمش تتنقل. احنا مثلا سنويا عندنا حملات تلقيح نقوموا بها كل عام، ايدونتيفي بالبلاصه نعمل وزنيمه مسبقه للاعلام، نعرفوا البلايص اللي مش يكون فيها المراكز هذيك كما كان يحكي سي باريم مثلا في التلقيح نتاع الكوفيد، نجموا نستعملوا المدارس الابتدائيه المستوصفات اللي موجوده في المناطق هذيا، ونجموا نمسوا في وقت وجيز. بطبيعه يلزم توفير التلقيح، هذيك هي نحن نحكيوا في توفير كميه التلقيح اللازم. نجموا نمسوا شيء عدد هام وهام جدا في ظرف مده وجيزه، وهذه الاهميه نتاعها باش نجموا نحكيو على ان فاكسيناسيون ديرجونس. خاطر فاكسيناسيون ديرجونس مش تكون ايطاليه على 6 و7 شهور، ما عادش فاكسيناسيون ديرجونس ديجا، ما عادش حتى التلقيح يمكن يجي في اوت هكا ولا، ويمكن معناها اشهر اخرين يمكن نتاخروا. سي ناجح نعطيك مثلا عمليا أنا. تطبيق معناها عمليا بعمليه حسابيه بسيطه، احنا نقوموا بحملات مثلا في شهر مارس افريل كل عام، معناها مده شهرين شهر ونص شهرين تقريبا. عندنا 18 نحكي لك عمليه 18 طبيب بيطري نغطيو تقريبا من في القروان 36 معتمديه، 36 معتمديه من جمله عماده، 36 عماده من جمله 100 معتمديه تقريبا. دونك كي نحسبوا احنا كل شخص عندنا تقريبا 500 شخص يتقيدوا معناها في الليستة، واحد برك من العيلة قيدوها احنا على خطر مالك لك الحيوان هذاك. تقريبا باش نكونوا نمسوا 9000 منتفع في ظرف شهر ونص، نجموا نمسوا احنا بالطريقة هذه أكثر من 20,000 مواطن في القروان في ظرف وجيز. بالبورت ابورت اللي حكينا عليه. مشكور دكتور، ان شاء الله نتابعوها الاستراتيجيه نتاعكم. ربما ضغط الوقت دكتور دعدوشة، كلمه الختام يعني بالنسبه لك شنو ترى كافق حاجه استعجاليه كحل من الحلول، شنو المطلوب تو؟ المطلوب هو توفير التلقيح اول حاجه، راهو ما ثماش، اذا كان ما ثماش تلقيح راهو زايد الحقيقه نتاع ربي. فما ان شاء الله نكون فما امل مادام واحد موجود، ان شاء الله امل ما حسب التصريحات نتاع نحن سمعنا من التصريحات من كلمه في جوان باش نغرقوكم بالتلقيح كل مره كذا وما ثم حد شيء. معناها اول حاجه توفير التلقيح، ثاني حاجه لازم نعملوا استراتيجيه باهيه وقلنا عليها ديجا، اما هذا لازم توفير الامكانيات. راهو الامكانيات راهو كي نسمع في الاداره الجهويه فما زوز ولا ثلاثه مجندين للشيء هذا، راهو شويه الرجل يحكي على 19 و17 و20 وواحد، يلزم تجنيد العباد. راهو اغزر لي الدوله لتوا ما فهمت، والحكومه هذه ما نحكيش على الدوله، الحكومه هذه لتوا ما فهمت اللي يلزم تسخير الامكانيات للصحه، تسخير الامكانيات للصحه. راهو فما قرار نتاع رئاسه الحكومه هبط تسخير الاعوان نتاع الوزارات الاخرى للصحه، وين وما صار شيء. راهو فما تجنيد نتاع اطارات طبيه وشبه طبيه 3 سنين التالي، ما صار حتى شيء، يزيونا من الاوراق. راهو يلزم فما فولونتي، يلزم الحديث، وفر التلقيح، وفر الاطارات الطبيه والشبه الطبيه اللي يلزم. ما ثماش راهي صحه المواطن، العباد قاعده تموت كل يوم، معناها شفر البارح 189 وناس مازالت راقده. يعني جو كومبرون با، العباد هذه مش معموله قسما من عظم مش معموله بربي. فما نقطه اخرى ممكن اورسيجي شويه، راهو حبيت يبلغوا لي الاطار الطبي والشبه الطبي نتاع ابن الجزار اللي نحييهم بالمناسبه، راهو فما
ارسلمون وفما كل يوم راهو فما ديزاغريسيون قاعده تصير، الناس ما عادش تحب تخدم، الناس فما ناس وقفت وفما ناس ولا حياتها اللي من تونيدي راهي اون باراليل السيكوريتي نتاع العباد هذه راهي مش موجوده. وثاني حاجه توفير الاطار الطبي وشبه الطبي ما كانش، راهو اغزر لي هي قالت كلمه نصابنا عليا ذبحوها سامحني بالكلمه، تنهار معناها الانهيار المنظومه الصحيه راهو هذايا عايشينه دوبوي اكستون، اما نحن مازلنا واقفين. اما بربي تسخير الدوله، الدولة الكل للصحة أنسى، واليوم راهي صحة المواطن هي الكل، ما كانش راهو غدوة، راهو مازال الكاتاستروف جاية. ورقم 189 ينجم يكون رقم بسيط قدام الشيء إذا كان ما نسخروش إمكانياتنا الكل لخدمة المواطن. هذا هو دكتورة ندى، ربما حان الوقت أنه نمشيو بسرعة أكثر، احنا السرعة اللي فاتت ما وصلتناش لثلاثة ملايين، تقترح حاجة ربما باش نطوروا من عملية التلقيح هذه؟ احنا ديما نقولوا الوقايه خير من العلاج، وهذا علاش انا اليوم من المنبر هذايا نقول للوزاره نتاعنا راه اذا كان التلقيح هو اللي باش يخرجنا من الازمه هذايا، يوميا قاعده في ارتفاع الاعداد نتاع اللي موتوا بالكوفيد، توا الي طون باش نغيروا الاستراتيجيه الوطنيه للتلقيح. ما عادش عندنا الوقت باش نقعدوا نمشيو بلي زيتاب اللي حددتهم الايفاكس من الاول. توا وقيت باش الناس الكلها تتمتع بالتلقيح، والشباب كما قال دكتور عبد الرحمن انه القطاع الصحه يلزم البلاد الكلها تتجند للقطاع الصحه من ابناء القطاع ومن خارج القطاع، باش نجموا نقولوا اللي تفضل الدكتور وقالوا انه الحمله نتاع البورتا بورت اللي يلزمها موارد بشريه كبيره وموارد ماديه كبيره، يظهر لي ما فماشي اغلى من الصحه، يلزمنا توا نتلفتوا للصحه ويلزمنا نحطوا كل شيء على ذمه الصحه باش نوصلوا للتلقيح هذايا اللي نحكيوا عليه. هذا هو دكتور ابراهيم، الاستراتيجيه هذه بتاعكم مش توصلوها على مستوى رسمي وربما تشاركوا في تطبيقها؟ يعني كسكوليت كهيكل تقريبا ان شاء الله في طريق الوصول، وان شاء الله لان من منطلق احنا نؤمن انه المسؤوليه للجميع، اذا حصرنا المسؤوليه في قطاع الصحه فهي بدايه الفشل. المسؤوليه مسؤوليه مجتمعيه، واعتقد جازما ان بما هو متاح من امكانيات ماديه وبشريه اذا استطعنا ان نبرمج برمجه صحيحه وتتوفر العزائم الصادقه، احنا قادرين بالامكانيات المتاحه حاليا ان نعمل حاجه كبيره في التطبيق. دكتوره رادي دبغي كيت مدير الصحه الاساسيه للاداره الجهويه للقيروان، يعني بدايه 13 مارس وقت بدايه الحمله الوطنيه للتلقيح فما اون استراتيجي تعملت على بوكو دي فاس اللي هي كانت معناها بالنسبه للكبار السن اكثر من 70 سنه، اي لي سيكتور اللي هما نتاع مهني الصحه، وبعد معناها لي فاز الثانيه اللي هي كانت بالنسبه لاكثر من 60 سنه وهما عندهم الامراض المزمنه، وفيها دوتر سيكتور كيما التعليم توا اكتويلمون اللي اقل من 50 سنه واللي عندهم الامراض المزمنه، ودوتر سيكتور كيما الامن الحمايه المدنيه برشا قطاعات. دون سو سونس اللي احنا قدمنا للوزاره الدوموند باش يكونوا هما من بين العباد اللي هما بريوريتير. نحب جست نذكر بالنسبه للتلقيح كما نعرفوا احنا في العالم كل فما ايبينوري نتاع التلقيح، دونك فما برشا بودين مصنعه اكتفت معناها باش تخلي التلقيح لبلادها، دونك احنا تونس سواء عن شراءات مباشره والا عن طريق الكوفاكس، ان شاء الله احنا في الايام القادمه باش تكون كما صرح رئيس الحكومه عدد مهم برشا نتاع الانواع نتاع التلقيح، وان شاء الله احنا ماذا بينا لو بلوتو بوسيبل باش نكونوا اكثر عباد ملقين باش نجموا نخرجوا مع الازمه الصحيه. بالنسبه في ولايه القيروان دونك النسق بارابور بدايه الكومباني نتاع التلقيح، النسق كان من الاول نوعا ما بطيء جدا، توا تحسن النسق نتاع التسجيل والتلقيح حيث ان لقحنا اكثر من 52 الف شخص تلقوا الجرعه نتاعهم نتاع التلقيح.
وعملنا بمراكز تلقيح اخرين في قروان، نهي كيما سنتر نتاع بوحجله والسنتر نتاع الحاجب، وكذلك عملنا البرنامج اللي نتاع التلقيح لكومباني موبيل، هذوما اللي هما يخصوا الفئه العمريه الاكثر من 60 سنه، ولقحنا التدخين ما يناهز 10,000 شخص اكثر من 60 سنه. وان شاء الله احنا ماذا بينا احنا سكونها تلقح كل الاعمار، وطلبنا كونه يلقحوا لي بيرسون اكتيف اللي هما يتحركوا اكثر، خاطر رينا احنا اكتويلمون خاصه الموجه الاخرانيه كونه صغار برشا كانت عندهم المرض الكوفيد وانهك بدنهم، وراونا كونه حتى دي فورم سو كانابيل دي فورم خطيره. دونك نطلبوا احنا، وهو هي استراتيجيه ديناميك ماهيش حابسه على ديبو استراتيجي نتاعها. دونك وزاره الصحه ماشيه دون سونس، قاعدين كل مره قاعدين يبدلوا في الاستراتيجي، كيما الاستراتيجي نتاع لا فام اونسانت من قبل كانت لا فام اونسانت ولا فام اليتونت ما تاخذش الجرعه نتاعها، توا اكتويلمون ولا تاخذ الجرعه نتاعها. كنا من الاول اللي يمر بالكوفيد ياخذ لا دوز نتاعو كان بعد 6 موا من يمرض، ولينا فو لو كونتكست ايبيديميك ولا ياخذها في 3 موا. دونك نلاحظوا كون الاستراتيجي ماهيش ريجيد، الاستراتيجي اللي ديناميك، وان شاء الله بوخوا با يكونوا الايامات القادمه الناس كلها تتلقح، وهذاك الرجاء نتاعنا احنا بالنسبه لنا احنا. والله هي مش مسؤوليه وزاره الصحه كل وحدها، راهو الاستراتيجي نتاع الفاكسيناسيون هي مسؤوليه الجميع. واحنا طلبنا وقلنا حتى فما لي مويان دو ترونسبور باش احنا نجموا نتحركوا ونمشيوا للبقايا هذوما البعاد والبقايا النائيه، فما نوعا ما تحسن، فما مشاركة نتاع المجتمع المدني زاد كيف كيف، فما سلطة المحلية من العمد والمعتمدين قاعدين يعملوا في دور مهم برشا باش احنا نجمنا وصلنا. معناها ماهوش الأوبجيكتيف 100%، مي أو موا على الأقل بارابور بداية الكومباني دو فاكسيناسيون هذيا، فما كما قلت لك 10,000 شخص أكثر من 60 عام اللي هما تلقاو الجرعة نتاعهم. دونك نطلبوا مزيد من الدعم، نطلب مزيد من المجتمع المدني ان يكون معنا، السلطات المحليه دعمنا اكثر خاصه في لي موان دو ترونسبور، كما تعرفوا انتم اللوجيستيك انفورماتيك بالنسبه للمنظومه ايفاكس، افيك سا قاعدين احنا نلقاو لي زوتي اللي هما بروبر انو باش نسهلوا العمليه. مشكورين كذلك لي فارماسيان اللي قاعدين يقدموا في دور مهم فحل الكومباني نتاع تلقيح ضد كوفيد 19. مين كون يلزم نبدلوا ويلزم معناها نمشيو اكثر باش العباد تاخذ الجرعه نتاعها. اما تعرفوا احنا لابينوغي نتاع لي فاكسان منا ويا فيكسا هاكميتو، فما الشراءات معناها خارج منظومه كوفاكس والتلقيح عن طريق منظمه كوفاكس. الايامات القادمه تتحسن يتحسن معناها الطلب على الفاكسان، والتسجيل كذلك يلزم يتحسن، خاطر احنا توا حتى الصغار يقول لك حتى كي يجي التلقيح تو نسجل، سجل تو لازم تكون عنا عدد كبير نتاع التسجيل، مش هاو نستنى حتى يجيبوا التلقيح باش نسجل. هذا هو ان شاء الله. شكرا لكم ضيوفنا الاعزاء، نورتونا، نورتوا الحياه فهم. ناسف لضيق الوقت لانه الموضوع مازال فيه برشا ما يتحكى، ممكن نحكيوا حتى على دور ربما الصيدليات مستقبلا في عمليه التلقيح ان شاء الله في حلقه اخرى. شكرا لكم على الاستماع، شكرا امل البارز، محمود ترودي في الاخراج التقني والديجيتال. كالعاده ساده المستمعين، نوصيكم باحترام البروتوكول الحجر الصحي، وندعوكم للتسجيل في منظومة إيفاكس والإقبال على التلقيح بكثافة. شكرا لكم. تابعوا معنا كل يوم معلومات تخص مستجدات الكوفيد على الحياة FM.